اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه ببرنامج مطبخ رؤيا. انضمت لنا هلا اخصائيه الحرف اليدويه فيسا. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ اللي بتزين لنا السفره عملنا اياها حلوه، واليوم جاي بالوان كثير كثير، انا من الالوان اللي بحبها على فكره. اليوم هذا اللون بتحبيه؟ ايش اسمه هذا اللون بالضبط؟ فيروزي اظن. بس انا بحس الفيروزي اكثر يعني عزراء اكثر. هذا على خضار ولا لا؟ هذا على خضار. هذا فيروزي مخضر، يعني هو ملخبط بين هو ده. اذا هذا على خضار بدي اروح بدي اروح. طيب اليوم رح تعملي لنا هيك سيت اب للسفره كثير حلو، ايش رح نحتاج؟ اول شيء بدي احكي لغاده الريحه هون بتشهي والكوكيز انت غشيتي ودقتي، هلا انا رح ادوق بعد كثير. بقول لهم انه كثير زاكي على فكره، شكله بالف هنا وشفا. هيك كابتشينو مع يعني هذا فنجان قهوه وعلى الحديقه هون. بالضبط على الحديقه. طيب يلا قولي لي. اوكي رح نحكي اليوم هلا شوي رح يكون هيك بحري، زينتنا بحريه لطاوله السفره. كتير كتير بسيطة، بس الألوان والإشياء الخيش مع البحري كتير رح يطلع حلو. جيبوا زي هاي الرنر أو قصوا قطعة خيش على شكل مستطيل رنر عشان تحطوها على الطاولة حسب حجم طاولتكم، يعني قديه بتكون طاولتكم. إذا مدورة أو مربعة خلوها إشي مدور أو مربع. هاي للمستطيل. اوكي زي طاولتنا احنا. اغلب طاولاتنا احنا السفره عم بيكونوا مستطيلين. صح. بس انا مثلا عندي مربعه فدائما بحط إشي مربع او مدور، مش حلو تحطي إشي مستطيل. يعني نصيحه حلوه، طاولتها مربعه لازم يكون الرانر مربع مربع او مدور. اوكي المدور مدور. اما المستطيل هذا المستطيل الطاولة. بالضبط. اوكي فرح نجيب زي هاي الرانر، هي موجوده بالسوق او من قص خيش، بس خلينا ندرزها عشان ما تنسل. بالضبط. اوكي شوفوا انتم الحجم اللي عندكم قد ايه ولفوها حسب حجم الطاوله اللي عندكم. هلا انا هون كثير حلوه هاي الفكره انكم تلونوا الستارفيش نجمه البحر. نجمه فانا ملونتها رشوها بالوان الرش العادية اللي بنستعملهم، بس بعدوا ايدكم شوي عن نجمة البحر ورشوه. أنا هون عاملة أخضر، هذا الأخضر روان للون. أوكي هذا أخضر. لا 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 هيك أنا طلعت ليش بالألوان، عم ألوان عصبة. هذا أزرق، أخضر أزرق. أوكي يلا. أوكي وفي أشياء تركتها على لونها لون الحقيقي البيش. لون الحقيقي برضو بلبق مع الخيش. حلو. بالضبط بيطلع كتير حلو. وجايبة هون كمان الصدف العادي، بتقدروا ترشوه وبتقدروا كمان تتركوه على لونه، أنا تركته على لونه. هذول موجودين وين في اللي بده يدور عليهم بمحلات المحلات؟ اسالوا ببعث لكم اذا في حدا مش عارف وين يلاقيهم. محلات البشاكير يعني. محلات البشاكير في مرات بمحلات البشاكير وفي محلات خصوص بيبيعوا اشياء بالجمله، بقدر ادلكم من وين. ورخيصه بحس مش كثير غاليه. بالضبط بس هو كثير متوفرين بالعقبه. اكيد للي راح على العقبه وصلوا للي بيروح على العقبه كثير متوفرين بكل المحلات اللي بالسوق. متوفرين هدول الصدف والقصص هاي بجنن. اوكي فهلا بدي اطلع باقي الصدف اللي عندي، انا مش راششته. هلا في ناس اللي بحب يرش بيقدر يرشه كمان. اوكي للي بحب يرشه بيعمل الوان، بس انا بحب لونه الحقيقي. وانا الصدفه طبعا. هلا نجمه البحر ممكن تلونيها، بس الصدفه هاي عليها الديزاينز هاي الاشياء الصغيره. الرسمات حلوه. مزبوط. صارت تنرش. مزبوط. اوكي هلا انا رح احط شمعتين. طب قولي لي في انت ما بدك تعملي على طول الطاوله هيك ولا بدك؟ احلى زي ما بدك غاده على طول الطاوله عشان بس رح يبين اذا مش احنا رح نحط هون تنين. شو رايك في غاده؟ بتهيألي احلى على طول زي ما تشوفي انت عارفه تعملي. انا بحسه حلو عشان بدك تحطي الصحون والكاسات زي ما بدك. اجي اساعدك؟ لا لا اتس فاين. هي يعني انا اليوم مع تنتين طول. لا اليوم في طويله من هنا لهنا. هيك يعني. اوكي بس انها قصدها تطولين. حلو بس انا بدي احط هون الصحون. انا كان قصدي هيك. لا طول. لا لا عشان يبقى زي فريم. خلص اوريت. اوكي تهيألي يعني. لا لا اكيد انت يعني أطلع. اوكي كثير شيء بسيط. من قدام شمعتين فريم تبعها بتبقى خلفيه. الخلفيه بتاعت الحاجات بتاعتك جميله. بس شوف شو حلو الشمع الرانر الخيش. بس حطوها محط ما تلزقوهم عشان تقدروا تتحكموا فيهم. بالضبط. اوكي شوفي قد ايه الالوان طلعت حلوه.
اوكي خليني احط اخضر هون ازرق اوكي اخضر ازرق هون هاي في اخضر هون كمان وبنحط هاي فين هون اوكي حطوهم بطريقه عشوائيه وحطوا بيناتهم الصدف هلا هذا بنص السفره يحطوه ايوه ويحطوا حواليه الاكل صح يعني لو تكون اكله سمك كده يا عيني بتطلع حلو ممتازه كثير هي لا وبسيطه يعني بسيطة. شوفي يعني ما غلبت ست البيت اذا بدها تعملها اذا عندها الاغراض ما بتغلب بالضبط طيب ايش بدك تعملي يعني كوبايتها تعملي بيهم ايه ولا شيء رح نحطهم هيك على الطرف انه على اساس انهم زر خضر فيروزي لا وجايبه عليهم زي المناره شفتي حلو بدي اورجيهم الصحن قد ايه حلو شوفوا الصحن علينا عليه مناره رامي بنقدر ناخذ هذا الصحن قد ايه بحري الموضوع كله بحري بحري كثير حلو صح هاي سفرتنا وهي غدغوده وهي الصحن هو إشي بسيط دائماً عم نقدم فكرة بس ما بديش في بال يعني في ناس بيجيش في بالهم يعملوا حاجة بسيطة زي دي بس هي لو اتعملت كثير حتضيف جمال بتطلع بتطلع حلوة على السفرة ما هذا بتعرفي إحنا إيش الهدف من فقرة الحرف اليدوية لما تنضم للمطبخ إنه قد إيه الستات بيكونوا يعني شاطرين بالطبيخ فلما في تعطيهم هاي الفكرة قد إيه بزينوا السفرة بطريقة حلوة صح فعشان هيك إحنا نشكرك في شكراً كثير عن جد وجودك إضافة حلوة كانت للمطبخ شكراً لك عن جد شكرا كثير لك اهلا وسهلا فيكي باي باي